تغير المناخ لكل فصل دكتوره نائلة، ربما بزاف منا كيلاحظ تغير على البشره ديالو. بزاف ديال الناس كنسمعوا لانه كيقول لك البشره ديالي في الصيف ماشي هي في الخريف، ماشي هي في الشتاء، ماشي هي في الفصل ديال الربيع. فشنو اللي كيخلي المناخ او الجو كيأثر على البشره ديالنا لهالدرجه؟ اللي كيخلي الجو ياثر علينا هو ان كنعرفوا ان لابو وخاصه الطبقه الاولى ديالها اللي هو ليبيديرم حساس، وكاين واحد العمليه ديال ليشانج يعني تبادل ما بينه وما بين توسكي في العالم الخارجي. دونك فاش كيكون تغير ديال درجه الحراره مثلا اللي كتنخفض، وهنا اللي كنشوفوا في الطقوس البارده كيكون واحد التغير على البشره. دونك غالبا ما كنحسوا بان البشره ديالنا كتنشف، بعض المرات كتبقى تحكنا، كنحسوا بانه يعني ملي كنسخنوا كنوليو كنحسوا بحال ديك السخونيه طالعه في البشره ديالنا. كنقدروا نديروا مثلا مكيفات باش نسخنوا الجو، حتى هما كيكون عندهم تاثير علينا خاصه ملي كتكون بشره حساسه. دونك هادو علامات اللي كنشوفوها اون جينيرال فاش كيكون تغير ديال درجه الحراره ملي كتكون بارده. الوغ كاين بعض الامراض اللي حتى هي كتغير مع البرد او لا كتجهد، سيتادير كتبان يعني كنديروا واحد لابوسي، بحال مثلا امراض الكزيما. الناس اللي كيعانيو من مشكل تاع الكزيما في الوقت البارد كتجهد عليهم الحاله ديالهم، كيبداو يحكوا اكثر، كيتجيهم لابوسي اكثر. الناس اللي مثلا عندهم مرض الصدفيه كنا تكلمنا عليه اللي هو البسورياسيس، وكعرفنا بان الصدفيه في فصل الصيف كتحسن، وخاصه ان الشمس ولي غايون سوليغ عندهم واحد الدور مهم في العلاج ديال مرض الصدفيه. الوغ في الوقت البارد الناس اللي كيعانيو من مرض الصدفيه كيكونوا عندهم الحاله كثيره، يعني كيخرجوا هم دي بلاك اللي هما حمرين وفوق منهم ديك القشره البيضاء بطريقه اكثر، كيبداو كيحكوا، يعني كتكون عندهم سكون ابيل اون بوسي. كاين كذلك مرض اللي كيتسمى لا ديرميت سيبوغييك. لا ديرميت سيبوغييك اللي غنعاودوا نتكلموا عليها ان شاء الله، وكنا تكلمنا عليها في الحلقات الماضيه، كيعانيوا منها بزاف ديال الناس خاصه لي جون. هي عباره عن احمرار فوق منه قشره اللي كتكون بحال صفراء لاصقه على الجلد، وكيبان في المناطق ديال الوجه في البلاصه الميديان يعني في الوسط ديال الوجه، سيتادير حدا النيف من جهه ديال الفم، في الحجبان كذلك كتكون هذه القشره، وكيبان على البلاصه الدائريه اللي دايره ما بين الشعر وما بين الجلده، دونك من جهه الجبهه، وكتكون هذه القشره كذلك حتى في الودنين ورا الودنين، بعض المرات ما بين في الصدر او في المنطقه العلويه ديال الظهر. دونك هاد لا ديرميت سيبوغييك كذلك في هذه الوقيته دايوغ كيكثر الاستشاره الطبيه في هذا الموسم عليها، لانها كتزيد كتجهد وكتكثر وكتجيب حكه وكتديرونجي، لان القشره كتبقى طايحه على الحوايج. دونك هنا كنتكلموا على تغير يعني في البرد وما شنو كيوقع. باغ كونطخ كاينين شي مسائل اللي خصنا هما اللي نتكلموا عليهم اكثر والناس يعرفوهم، هو ان التعرض للبرد مفرط، تاتيغ فاش كتكون درجة الحرارة قل أو إيكال لصفر درجة زيرو سيلسيوس، هنا كيقدر يوقع سكون نابيل لي جيلوغ. شنو هما هاد لي جيلوغ؟ هو أن بحال أن نقدروا الجلدة ديالنا كتحرق بالحاجة السخونة، وكنهضروا على حروق. كاين حروق ناتجة على البرد، التعرض المفرط لواحد درجة الحرارة هابطة بزاف كتعطينا هاد المشكل تاع لي جيلوغ، وهو تجمد ديال الجلد وما تحت الجلد، وتهي فيها درجات، كاين الدرجة السطحية وكاين الدرجة العميقة، ويقدر يكون هذا التجمد يوصل لنا حتى للعظم وحتى للعضلة. دونك عند من كيكون هذا المشكل؟ دونك الحمد لله غالبا كنشوفوا هذا الشيء عند الناس اللي مثلا اللي ما عندهمش دوميسيل، دونك اللي كيباتوا في لي غو، عند في بعض المناطق اللي فيها درجة الحرارة هابطة بزاف، كنشوفوها في لي زاكسيدون، دونك ناس مثلا بقاو في شي منطقة باردة أو فيها الثلج وقعت لهم شي حادثة اللي خلاتهم بقاو تما، وهذا المشكل المشكل كيكون عميق واكثر الا كانت الحوايج تبللوا وباردين، ودونك بقاو لاصقين على الجلده. دونك هنا الله يحفظ يعني كتبان لنا الجلده ان المنطقه اللي تعرضت لهذا البرد المفرط كوساسوا اليدين الرجلين الانف والاذنين، لان غالبا هذوما البلايص اللي معريين في الجسم ديالنا كيبانوا لنا كاريمون زراق، بعض المرات كتولي فيهم النبيلات بحال النبيل اللي كيكون في الحريق، والالام كتكون واحد الالام مفرطه. هنا خصنا نديروا دي سيكور اللي كيكونوا غابيد في ساعه باش نحاولوا شوف وما نشوفوش بطريقه كثيره، يعني ماشي نمشيو نعرضوا لشي ما سخون سوا ديزون باش هذا، بطريقه تدريجيه باش ترجع ديك درجه الحراره. ودي فوا راه كتكون الحمد لله هادشي ما كنشوفوش بزاف، حالات اللي كتوصل حتى بطر مثلا شي عضو اللي فريمون، لان بحال شي حرقه فريمون افونسي اللي كيف ما اشرت انها توصل للعظم وتوصل كذلك حتى للعضلات.
الو غادي من جهه، وكاين عاوتاني واحد لي رياكسيون اللي كنشوفهم انهم انورمال، سيتادير فخوا بحال دابا عادي مثلا بحال هاد الصباح باغ اكزومبل، ولكن كيدير واحد لي رياكسيون كثار بزاف. دونك وهنا غادي نلقاو بان بزاف تاع الناس كيعانيوا من هاد المشكل. سيتادير شنو هما هاد المشاكل؟ هما عباره عن مشاكل ديال الدوره الدمويه يعني. وهنا كنلقاو بزاف تاع لي بروبليم. اول منها واللي كنشوفو بزاف هما لي زونجيلور. دونك الوغ دوينا على لي جيلوغ، هما دوك التجمدات اللي خص درجه الحراره تكون قل من صفر درجه او قل موا كاريمون. وكاينين لي زونجيلوغ اللي هما غير برد بحال ديال دابا كيقدر ينفخ لينا اليدين. دونك كاين بزاف الناس اللي كيعانوا سورتو البنات، كينفخ ليهم اليدين ديالهم، كيوليو كيبانوا بحال دي بلاك زرقين، بعض المرات هذاك الزرقيه كتنبل وكتبداهم تقريبا من شهر ديال اكتوبر نوفمبر وحتى كيوصل لو برانتون الربيع. وهما كيعانيوا من هاد لي بوسي والام حاده والصبعان كيتنفخوا، وكتقدر تصيب الصبعان ديال اليدين وكذلك الصبعان ديال الرجلين. دونك هذا كنشوفوها بزاف هاد البروبليم. خصنا نعرفوا ان العلاج ديالو بسيط، ان وجوده عند سوفون كيكون عند البنات في سن المراهقه، ما كيحتاجش اننا نديروا تحاليل ولا نخافوا من شي مرض ولا هذا. يلسوفي اننا نتعلموا نشوفوا ايدينا ولا رجلينا مزيان في هاد الفصل البارد كله، نلبسوا قفازات، نلبسوا دي شوسات تقشر، نغسلوا بالماء يكون دافي ماشي بارد دونك على مدار الفصل، وان بلوس نستعملوا بعض الكريمات اللي متوفره في السوق اللي هي فيها زيت الكافور الويل كونفري واللي كنديروا بها مساجات، وكتعطينا واحد النتيجه مزيانه في انها كتخلي لنا ديك الدوره الدمويه بحال كتستيميول كتحفز باش كتخدم بواحد الطريقه مزيانه. دونك هذا تقريبا هو المشكل الكثير اللي كيعانيوا منه الناس في البرد. كاين كذلك امراض اخرى بحال كاين الناس اللي كتبقى يديهم ورجليهم زرقين، دونك سي شانجمون دو كولور دونك زرقاء. وهنا ما كتكونش الالم الوغ كو في الاول كاين حتى شويه الالم، ما كيكون لا الم لا والو، هو شانجمون دو كولور اللي عنده واحد العامل استيتيك ونفسي شويه سورتو حتى هو كيجي عند البنات لو بلوس سوفون ماشي الاولاد. دونك غير كيبدا البرد كيبقاو يبانو بلو، ما كاين حتى شي مشكل في الدوره الدمويه، كنديروا تحاليل ما كنلقاو والو. دونك وفي هذه الحاله ما كاينش علاج، زعما ما كاينش حاجه اللي غتبدل هذا اللون. اون فوا غادي عاوتاني يمشي الفصل البارد كترجع لا كولور كيف ما كانت افون. الى سمحتي دكتوره نائله، وشكرا على هذه المعلومات كلها لانها مفيده بزاف وتبارك الله عليك. فغادي نمشيو ناخذ اول مكالمه معنا هذا الصباح. كريمه على الخط من بوزنيقه، اهلا بك كريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباحكم مبروك لاله. علينا وعليك لاله كريمه. شكركم على هذا البرنامج. العفو مرحبا بك. الله يجازيك بخير مدام شد لي الخط، عندي واحد عده اسئله الا كان ممكن. واخا شنو هو اول سؤال؟ الله يجازيك بخير. بالنسبه للسؤال الاول، انا عندي الوجه ديالي كيف قالت الدكتوره كنشف ليا من البرد للبرد، يعني تيولي ليا القشور غير في الحنيكات ديالي وفي حدا الجنب ديال النيف ديالي وفمي، الفم ديالي كله كيتقشر ليا. وما فيكش الاكزيما كريمه؟ لا ما فيهاش. لا خبيه. كنا ندهن بزيت الكوك، عندي واحد كندير ايكرون توتال ولكن كناخذو تانتي باش نعرف هاد التانتي واش يعني مناسب ولا غير مناسب. واخا بما انه هو ناشف ليا هاد ليكرون، كندير واحد زيت الكوك تحت منه عاد كندير ليكرون فوق منه، واش صحي ولا ماشي صحي؟ الله يخلي. بالنسبه عندي في الارجل ديالي كينوض ليا واحد البقع بيضاء بحال هذيك اللي كنقولوا ان اللي تخاف ما هو، ولكن انا عندي بيضين. عندك في القدم ديالك؟ في اللورد القدم؟ في القدم في الساق من الركبه لتحت. دوك بحال طاشات بيضين. فوالا طاشات بيضين في رجليا بجوج. بجوج. وانت اللون ديالك سمرا شويه ولا بيضاء؟ شويه ماشي ديك السمريه، سمريه المهم شويه كيف كيديروا ما عرفتش انا كيفاش كيقولوا العرب. واخا. واللون ديالك في رجليك ما كتلاحظيش بانه تبدل ولا بحال ازرق شويه ولا بحال فيه لي طاش؟ انا عندي فيه لي طاش، هو ديجا عندي فيه هاد لي طاش اللي قلت لك من غير البيضين، من غير تبدل في اللون سيتادير بحال اسمر شويه على اللون ديالك. ما عندي عندي الرجليه سمرين شويه، سمرين شويه على فخاتك، وكذلك ايديا سمرين على اللحم ديالي من الداخل. داكو اوكي. وبالنسبه الله يجازيك بخير، عندي واحد السؤال استثنائي، عندي بنيتي عندها 3 سنين ونص، عندها الشعير ديالها هو رطب ولكن في ميم طو الزغبه رقيقه وناشفه، وعندها واحد ملي كنجمع ليها الشعر ديالها واحد البليصه القدام كتبان لك خاويه ديما بحال كتقولي بحال كتقولي ثعلابه ولا شي حاجه، وهي بطلق وشراله واضح
واضحه كريمه كل اسئلتك ان شاء الله نجاوبوا عليها، لانه معنا بزاف ديال الاتصالات ديال المستمعين الكرام، وكنتمنوا ان شاء الله دكتوره نايله انه الوقت يقدنا وناخذ التساؤلات ونجاوبوا عليها ونكملوا كذلك الحلقه بطبيعه الحال. فنجاوبوا على اول سؤال ديال كريمه من بوزنيقه. اول حاجه على دوك القشور اللي كيكونوا في الحناك ديالها وفي الخدين ديالها وحتى في الجهه ديال النيف. كيف ما تكلمنا في بدايه الحلقه، البرد كيقدر يدير بحال هكا على الناس اللي كتكون البشره ديالهم اصلا ناشفه. استعمال هذا زيت الكوكو ماشي مستحسن، من الاحسن تاخذ ديك خيم تاع البشره الناشفه اللي كيكونوا كيبردوا كيغديو. كاينين بزاف، كاينين داك خيم اللي فيهم الكويفر وماده الزنك، لان في نفس الوقت كيحيدوا الاحمرار وكيحيدوا حتى القشره. كاينين داك خيم كيتسماو لي كولد كريم، هذا ماشي اسم تجاري، هذه ماده كولد كريم كتلقى فيها بزاف ديال الاسماء، حتى هما كيصلحوا وما غاليينش، دونك كيصلحوا للناس اللي عندهم نشوفيه سورتو ديال البرد. استعمالها لي كرونتانتي حتى هي ماشي مزيان، لان ديجا لي كرونتانتي غالبا ما كيكون ناشف. من الاحسن في دير ان اكرون انفيزيبل وتختار اكرون مناسب للبشره الناشفه الحساسه، ماشي شي حاجه ناشفه اللي غادي تزيد تنشف. غنرجعوا ان شاء الله ونجاوبوا على باقي التساؤلات ديال كريمه ان شاء الله في الحلقه ديال اليوم، وكذلك نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام. فاصل اعلاني وراجع لكم، بقوا معنا. ورجعنا على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم دائما في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، رفقه الدكتوره نائله دراعو اللي هي طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. اليوم موضوعنا على البرد وكيفاش كيأثر على البشره ديالنا من خلال برنامج صحه وسلامه. نرجعوا للسؤال ديال كريمه الثاني من بوزنيقه دكتوره نائله، وكانت سولات على ديطاش اللي عندها بيضين في الرجلين ديالها من الركبه لتحت. غالبا هاد ليطاش دونك غيكون خلعها ليكون مرض البراز. سولت على واش اللون ديال البشره ديالها سمراء شويه. كاينين الناس اللي كيتعرضوا بزاف للشمس ولا كيحكوا بزاف بالكيس، كتولي كتلون لهم هاد المنطقه سورتو ديال رجليهم ويديهم، وكيظهروا هادوك ليطاش اللي بيضين اللي عندهم علاقه بحال ان واحد العلامه ديال شيخوخه ديال البشره. دونك وتلون بحال هكا كدير، ما عندهمش ان تريتمون، خصها تبدا كذلك تغدي، وباين عندها تنشوف هي تغدي تاع الجلده ديال الجسم ديالها، وتحاول ما تحكش كل اسبوع، دونك تبعد شويه الحك عند الكيس. واخا السؤال الثالث ديالها هو ماشي موضوعنا ولكن نجاوبوا عليه الا سمحتي دكتوره نائله. بنيت عندها 3 سنين قالت انه الشعر عندها رطب بزاف، زغبه رقيقه وناشفه، الوقت اللي كتجمع ليها الشعر ديالها كتبان ليها واحد البلاصه خاويه. هي شرحات قالت تعلبه، لا غادي تعلبه ربما. الوليدات في هذا السن كيكون ديجا عندهم الشعر بزاف رقيوق كيتهرس في ساع. كاين بزاف لي زونفو عندهم وكيتبدل لهم شعرهم من بعد، لو فيت انها غتجبد الشعر بزاف هو اللي غيقدر يطير لها الشعر من القدام وكذلك من اللور، اللي غتبقى خاويه دونك وتقدر تشكل لها مشكل باغ لا سويت. في هاد لاج يمكن لها الا بغات تستعمل شامبوان مزيان، كاينين دي محلولات كيداروا في هاد السن باش يخلفوا الشعر، ويتسناي شويه حيت من بعد كيتبدل. يعني في 4 سنين 5 سنين ما كيبقاش نفس الشعر اللي بالفعل الشعر ديال الاطفال كيتبدل بزاف، لانه كيكون في شكل وكيرجع في شكل اخر. عموما ربما كتكون مساله عاديه، لانه بزاف ديال الامهات كانوا كيسولوا عليها. الدكتوره نائله، والام في هذه المرحله خصوصا كنتكلم على البنيتات، دائما الهدف ديالها انه الشعر يكون مجموع، فيه لي شوشو فيه مقبطات فيه، فدائما الشعر مجموع وكيكون مجبد لواحد الدرجه. ما كتفكرش الام انها بهذه الطريقه كتساعد على انه ذاك الشعر كيخوى. اكزاكتومون فعلا. فهنا من الاحسن نخليو بنيتاتنا على راحهم راحتهم، ما فيها باس الا زولات ذاك المقبط او لا. حيت سوفون كيجمعوا لان كيطيح على العوينات دونك يبقى يجينيهم، ولكن بعض الوليدات كيبقاو ياكلوا شعرهم يتجمع بطريقه سليمه وصافي. نعم الاطفال هما ردع، لانه علاش هذه النقطه غير بسرعه نمر عليها، كيسولوا على بزاف ديال الامهات. الوليدات اللي كيكونوا اطفال ردع، يعني النوم على وضعيه وحده في النعاس، كتلاحظ الام لانه شي بلاصه كتخوى بالفعل، هو غير المخده هي اللي كتعمل هذه المساله. كدير هذا ولا كان كيتكف شي على ذاك الغولاكس ديالو ولا على لاشيز ديالو، دونك افيكتيمون قوه لو كونتاكت كيطيح داك الشعر وعاود كيرجع. يسوفي اننا نقلبوا الراس ديال الوليد، ماشي نخليو ناس على بلاصه وحده وكيرجع، ماشي كاين سي با ان تخوك اللي ما غاديش يرجع. نمشيو لي سمحتي الاس ام اس عندنا من عند المستمعه الكريمه فاطمه، كتقول لك دكتوره نائله عفاك، واش الغسيل بالماء سخون كيعطي تجاعيد من بعد؟ كتغسل في البرد بالماء سخون؟ الغسيل ما عادي كاين هذا السؤال وهذه الفكره كتداول بزاف عند الناس، بان الا غسلنا بالبارد غنبقاو شباب، ولا غسلنا بالسخون بحال لابو كترخى. اللي كاين هو انا مستحب ما نغسلوش بالماء سخون بزاف، لان ما مزيانش حتى على الدوره الدمويه. نغسلو بواحد الماء دافي ماشي سخون بزاف، حيت الا دخلنا حتى باغ اكزومبل الصونا ولا الحمام بزاف ولا فابور، حتى هي كدير كترتق عروق في الرجلين، كدير ان غولاشمون. دونك حتى الماء الا كان سخون بزاف بواحد الصوره كثيره راه غادي يكون عنده عواقب على الجلده ديالنا. اذا نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام دائما، وارقامنا مفتوحه، فمرحبا بتواصلكم معنا. هذه المره غادي ناخذوا لطيفه معنا على الخط من مدينه اكادير. اهلا بك لطيفه.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك اختي عفاف والضيفه اللي معاك. مرحبا بك في جميع الطاقم ديال ميد راديو، كنشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. مرحبا بك لطيفه. نستافد منكم، بارك الله فيكم، الله يجازيك بخير يا رب. عفاك اختي، بغيت نسول الدكتوره، انا عندي البشره الحساسه. بما ان الموضوع ديالكم اليوم هو على البرد، يعني كيفاش نعتنيو بالبشره الحساسه في الموسم ديال البرد؟ هذا السؤال الاول. ايه بالنسبه للسؤال الثاني، بغيت نسول على واحد الكريم خديته ديال الاسم. لا ما تعطيناش الاسم ديال الكريم اذا سمحتي. لا ما غاديش نعطي الاسم. واخا. لا ما نعطيش الاسم، غير كريم ايدغاتاسيون بروفوند. استعملت شي 3 جوغ هادي وعطاني شي بقع فوق الحجبان ديالي بيضين. وانت البشره ديالك حساسه، حمراء كتحمر كت ماشي بزاف، واحد شويه كتحمر الى الحمام او لا تعرض للحراره ديال الفران او لا. وناشفه ولا ميدمه شويه؟ لا هي كانت عندي ميدمه، دابا ناشفه. ناشفه داكو. واخا حنا بالنسبه للطيفه السؤال ديالها اللي هو باين، دونك كيفاش غادي نتعاملوا مع البشره ديالنا؟ بدينا الجواب في التدخل ديال كريمه، يعني انه في البرد نحاول ملي تكون بشرتي ناشفه نايدغاتيها او ماكسيموم، نستعمل بحال هاد الكريمات اللي كيف ما شرت، اما كولد كريم، اما اون كريم فيها الكويفرو فيها الزانغ، اما دوتر كريم اللي كيديروا لنا ديغاتاسيون. وماشي اي منتوج شريتو راه فيه ايدغاتاسيون غادي يكون زعما 100% مزيان، خاصني نعرف حتى النوعيه ديال البرودوي اللي ناخذ، ونحترم حتى واش عندي بشره حساسه ولا لا. الا كانت البشره حساسه سونسيبل ولا كاين مشكل ديال ليكزيما مثلا، هنا خصني ناخذ دي برودوي اللي ما يكونش فيهم البارفان، ما يكونش فيهم المواد الحافظه، ما يكونش فيهم واحد المواد معروفه دابا اللي كتعطي حالات ديال الحساسيه ولا حالات ديال بحال انيكزيما دو كونتاكت. الغسيل نغسل غير مره واحده في النهار بركه، ونختار كذلك انجيل اللي ميدم، ولا ناخذ اون لوسيون اللي تكون نوتر، يعني ما كتغويش، على شكل حليب ولا على شكل غير ماء، يعني غنمسح بها وجهي بلا ما نغنسيها بلا ما نشللها. الوقايه ضد الشمس خاصها تكون، لان كيف ما كنعرفوا كاينين لي زو في ا ولي زو في بي. لي زو في ا هما اللي كاينين دابا بحال هذا النهار، كاين غير لي زو في ا، يعني لي زو في بي ما كاينينش، هما اللي كيعطيو داك الضوء الاشعاع والاحساس بالسخونيه. لي زو في ا كاينين، حتى هما عندهم عواقب على الجلد ديالنا، ماشي غير لي زو في بي، دونك حتى هما كيعطيونا شيخوخه، كيعطيونا اضرار، كيعطيونا واحد الخلل في الصبغيات ايتو. دونك لازم نديرو ان ليكرون غير في هذه الوقيته ديال البرد، ماشي ضروري ليكرون يكون 50 حتى بلوس، يعني درجه الحمايه في الحمايه من 25 اوني تري بيان، 25 30. علاش؟ حيت بعض المرات كنفضلوا بحال هذه الانواع ديال لي زيكرون في هذه الوقيته، لان ما كيكونوش باينين معيقين، ما كيكونوش مزيتين بزاف، ودي فوا كتلقى فيهم حتى مواد اخرى كتساعد البشره بحال فيتامين سي، بحال مواد ضد التجاعيد، يعني الا درناهم في البرد يا با دو بروبليم. كذلك ان ليكرون تانتي بالنسبه للناس اللي كيبغيو ايكرون تانتي يقدروا يستعملوه، يختاروا لا تانت على حسب النوعيه تاع البشره ديالهم واللون ديالها، ماشي مشكل في فصل ديال البرد. وكاين واحد النقطه دكتور نائلة ربما انت كتلاحظيها في الحالات اللي كتشوفها يوميا، كاينين الناس اللي مع البرد كتوقف ليكرون تماما، كتقول لك انا ما محتاجاهاش. فعلا كاين دي جون اللي كيسحبوا ليكرون كيدار غير في الصيف. مي دابا هذا هو الدور ديال هاد تاع البرامج اللي كتوعي الناس. اي بي دونك كنظن هادو هما النصائح اللي نقدروا نقولوا بالنسبه للبرد. غير ما نساوش ان الهدف ديال الحلقه ديالنا، دونك حنا هنا كنتكلموا على واحد البشره عاديه، كاين اللي بغيت حتى لو بوين يكون عليهم، هما هاد الامراض اللي كتكون هي واحد لا رياكسيون غير عاديه، البرد عادي بحال دابا هاد البرد. هما دوينا على هادوك الناس اللي كيزرقوا ليهم يديهم، على الناس اللي كيجيو لي زونجيلور، هما عباره عن دي بلاك اللي كيجيو مؤلمين وسورتو البنات. كاين كذلك امراض اخرى، كاين اللي كيحمروا ليهم يديهم ورجليهم وكيعانيو، والاحمرار زائد الام، سيتادير يدين ورجلين دان كوتا كيوليو حمرين منفوخين ومؤلمين، وخصهم يمشيو يجريو يحطوا يديهم ورجليهم في الماء بارد باش يلاه كيحسوا بانسولاجمون. وهذا الشيء كيبقى كيتعاود كل نهار كل نهار، دونك كتشوف معايا الالم زائد الاحمرار اللي كيكون باين والنفاخ. دونك هاد الناس حتى هما خاصهم الا كان عندهم هذا المشكل يمشيو عند الطبيب، لان لازم ان الطبيب يفحص عليهم. كاينين تحاليل الدم كدار باش نقدروا نحيدوا شي امراض اللي كتبان بحال هكا، بحال كاين امراض ديال الدم، كاين بعض الامراض ديال الدم اللي كتبان بهذا الشكل، امراض ديال الغده الدرقيه، كاين واحد الامراض اخرى. دونك لازم استشاره الطبيب. ملي ما كنلقاو حتى شي حاجه كنقدروا نعطيو اما لاسبيرين او لي زونتي انفلاماتوار ملي كتكون لا كريز، وفوالا وكنساعدوا الناس في هذا الشيء، لان كيكونوا متاثرين حتى نفسيا بقوه الالام والحمران. بالنسبه للطيفه كانت سولات على كريم قاتل الترطيب العميق استعملته لمده ديال 3 ايام،
وعطاها بحال شي طاش في الفلوس. تكلمت ان واخا ناخذوا ان برودوي نعرفوا منين جاي وكيفاش ميم سي غتلقى فيه راه كاين دي برودوي كيتباعوا اللي ما معروفينش حتى شنو فيهم لداخل، ولكن في لومبالاج غيعجبك، مصوب زوين، الالوان زوينه، مكتوبه فيه كيدير هذه وكيحيد هذا وكيتجاعيد وكيدير وكذا، مي اسكو هذاك لو برودوي فعلا خاضع لواحد الدراسات، داخل في لي كلاسمون تاع لي برودوي، معروف المصدر ديالو؟ حيت مع ذلك في المغرب مازال ادويه كتجي من مصادر وباقي لحد الان معمر هذه ما تحبس، واخا ما عرفتش شنو غنديروا كوم كونترول، مازال كيجيو دي برودوي ما كنعرفهمش منين جايين اشنو فيهم، وكيديروا بزاف تاع لي رياكسيون. ممكن واحد بزاف ديال الجهود باش انه يتحبس هذا الشيء، مي بوغ لو مومون مازال كاينين. وي يعني غناخذ برودوي نعرف منين خديتو واش غيصلح، والبشره الحساسه سورتو بعض المرات كتكون برودوي يعني دو مارك معروفه وغالي بزاف وما كيجيش مع البشره الحساسه. نعم يعني ماشي فورسيمون الا خديت برودوي شير ومعروف راه هو اللي افيكاس، تقدر تاخذي شي حاجه بسيطه وما غاليهش بزاف، مي ما خصش يكون فيها لا ريحه لا مواد حافظه لا واحد المواد اللي كدير حساسيه في الجلد. نعم دكتوره نائله معنا اسامه من عند غزلان كتقول في العمر ديالي 26 عام. عفاك دكتوره نائله، في البرد اشنو كيوقع لحب الشباب؟ واش كيتزاد ولا كينقص؟ الوغ حب الشباب في البرد ما كيكونش واحد التغير، سوف كو ملي كيسالي الصيف، ملي كيسالي الصيف والصيف الناس كيمشيو كيتبرونزاو، دونك لابو كتكتسب بحال واحد السم كيولي اكثر من الاول، وكيتخباو لي بوتون لتحت ما كيبقاوش يبانو، سيتادير كنحسو بواحد التحسن مع البرونزاج. وشحال من واحد كيبغي يعالج حب الشباب بالتعرض للشمس بلو برونزاج، اللي كيوقع ان غالبا ما كيسالي الصيف دونك في شهر 8 كيجي شهر 9 باغ اكزومبل اللي هو بدايه الفصل ديال البرد، كيخرج الحبوب بزاف، دونك هو ماشي البرد اللي خرج الحبوب، مي هذاك التعرض المفرط للشمس هو اللي خلاه يبان اكثر. دونك غالبا ما كنشوفوا لي جون كيجيو بزاف هذه الفتره ديال شهر 9 وشهر 10 كيحسوا بان لاكني ديالهم تجهدات. نعم نمشيو هذه المره ناخذ السؤال ديال اسيه، هي معنا على الخط. صباح الخير اسيه. السلام عليكم اخت عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. السلام عليكم دكتوره لاباس. وعليكم السلام اسيه. الله يخليك دكتور، انا هذه 15 يوم باش تحرقت في رجلي شويه الفوق. تحرقت بآتاي ودابا ما عرفتش واش نغطيها ولا نخليها عريانه، وكيقولوا لي لا خليها عريانه مع دابا البرد هلكني مع شويه الفوق فوق الركبه شويه الفوق. مشيتي عند الطبيب اسيا؟ مشيتي عند الطبيب؟ مشيتي عند الطبيب؟ عند الطبيب. وشنو قال لك الطبيب اللي شافك؟ قال غطيها ولا كرطوها لي؟ لا قال لي غطيها. صافي الطبيب قال لي غطيها. الطبيب اللي شافك داكو، حيت الطبيب اللي شاف لا دكتوره سمحي لي سمحي لي، حيت النوبه الاولى مني مشيت ديك الاولى قالت لي غطيها نهار ونهار لا، والثاني مش مشيت عنده قال لي لا خليها عريانه، قال لي خليتها اللي بغيتني اسيا تغطيها. شحال دابا باش تحرقتي؟ 15 يوم. ولا بوكرمات ما بقاتش؟ نص كرم والنص باقي، واحد البليصه مازال ما كرماتش مزيان. سيتادير باقي كيدوز منها الماء، باقي فيها الدم، باقي الماء شويه ما بقاش بزاف غير شويه، ولكن باقا تضرني، باقا ما كنقدرش نعس على جنبي. لا من غير الالم سيتادير واش كتبان لك باقا محلوله، باقا كجرحه؟ لا ما بقاتش محلوله ولا تسد؟ كلشي تسد. تسدات دونك الا تسدات من الاحسن انك ما تبقيش تغطيها في لا جورني، اللي غادي تغطي في الليل من علاش باش لو برودوي اللي غدهني، لان غالبا غيبقى باقين عندك دي كريم كدهنيهم جوج ولا ثلاثه د المرات في النهار. دابا ما بقاتيش في المرحله ديال التكرات لان صافي لا بوبرات وما بقاتش مجروحه، دونك خاصك غير ما ديريش باغ اكزومبل ما كانش تعفن ما تستعمليش داك المضادات البكتيريات اللي كاينين بحال داك الدواء لورانج، بحال باغ اكزومبل الدواء الاحمر، بحال الكول، لان هادو ما كيخلي ما خصهمش يداروا في هذه المرحله، لان ما كيخليوش لا سيكاتريزاسيون دار. دونك خاصك دابا تستعملي دي برودوي غير على ود لا سيكاتريزاسيون، يعني باش لابو تبرى في هذه المرحله. ما نتكلموش دابا على انها واش زرقاء واش غتبقى كحله، تبرى مزيان عاد باغ لا سويت اللون اللي غادي يبقى يقدر يتعالج بدي كريم مضادات ديال لي طاش في الليل، لان لو سوار باش ما تمسحش لك الدواء مع الحوايج ديالك سورتو جاتك في منطقه اللي مغطيه، إل فو ميو ديري اون كوش اللي تكون ايبيس تاع لا كريم وتغطيها غير ماشي فورسيمون غير اون بوند باندا، ولا باغ اكزومبل تقدري ديري لها غير الفيلم اليمونتيغ باش يبقى لو برودوي قابض هذيك الليله كلها وتستافد منه جلده اكثر. نعم غادي نرجعوا لعندك دائما دكتوره نائله دراعو، طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر، دائما في حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه. فاصل اعلان وراجعين خليكم. التغيرات المناخيه عندها تاثير على البشره بحيث انه ممكن تبان بزاف ديال الاعراض بحال حموريه، انتفاخ او لا حتى حكه، وكل ما زادت درجه البروده كل
كل ما التأثير على الجلد كيكون بشكل أكبر، بحيث ممكن لا قدر الله أن وصلوا درجة ديال الحروق في الجلد الناتجة على التعرض المفرط لدرجة البرودة لما كتكون بزاف. لأن الوقاية دائما هي خير من العلاج، فبطبيعة الحال البشرة ديالنا كتحتاج العناية أكثر خلال هذا الفصل هذا، منها غسل الوجه بما اللي كيكون دافي ماشي بارد وماشي سخون، باش كنساعدوا على أنه الحركة ديال الدم ديالنا تكون بطريقة اللي هي صحيحة وصحية. استعمال كريم مرطب ضروري باش منها كنرطبوا كنغذيوا البشرة، واختيار الكريم الواقي من أشعة الشمس اللي ما كيكونش غنى عليه ولو في الفصل ديال الشتاء والبرد، بدرجة حماية اللي إلا كانت فقط غير 25 SPF فكتكون كافية بأنها كتحمي البشرة ديالنا. كانت هذه فقط نصيحة اليوم، ودائما مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52 الرقم 5080. ما تنسوش لازم تكتبوا كلمة صحة SHA كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. اليوم حضر معنا الدكتورة نائلة دراعولي، هي طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. قبل ما غادي ناخذ نوال معنا على الخط من مراكش، معنا SMS من عند عبد الرحمن. دكتورة نائلة كيقول أنا على العكس ما قلتو ما عنديش حمورية في البرد، كتولي عندي زروقية في الفم ديالي في الرجلين ديالي وحتى في اليدين ديالي، واللي تلاقيت معاك يقول لي مالك ياك لاباس. تكلمنا على هذا المرض اللي كيتسمى لاكروسيانوز، ايفيكتيمون زروقية كتكون في اليدين في الرجلين وما كتكون فيها لا ألم لا حتى شي حاجة، راه ما فيهاش شي خطر يعني، حيت ماشي الله يحفظ غادي توقع شي حاجة من بعد. هنا كنشوفوا زروقية بالنسبة لنا بحال غادي يموت اللحام ولا غيوقعوا شي حروق، وما لوغوزمون ما عندهاش ان تريتمون، ما كاينش علاج اللي غادي يبدل هذيك لا كولور، كيكون غير شانجمون دو كولور وكيبقى في هذيك الفصل ديال البرد. نعم، اذا مجرد ما كيسالي ذاك الفصل الانسان كيرجع للحاله العاديه الطبيعيه ديالو بالنسبه لا كولور. دونك ناخذوا هاد المره نوال معنا على الخط من مراكش. اهلا بك نوال. اهلا، صباح الخير عليكم. صباح النور. نور، عندك كنت نسول الدكتور الله يخليك. انا في السيبر الحاجه عندي لي غيت في حدا عينيه. هذوك واقيلا كينشف لك وجهك بزاف. تندير واحد الكريمات غاطون ودابا هذه العلبه الثالثه اللي خديت فيه، واش نبقى نستعملو ولا خصني نبدلو؟ شحال عندك من عام نواف؟ 36. وكديري حتى ليكرون البشره ديالك بيضاء؟ بشره بيضاء عندك؟ ايه وي. الوغ في هذا السن يمكن لك من غير انك تستعملي شي كريم ايدغاتونت اللي ميد ما بزاف، لان ابارامون عندك حتى البشره ناشفه وناشفه مبكرا، دونك مبكرا باردون، يقدر انك تبداي من دابا تستعملي في لي زونتيغيد، دونك مده التجاعيد في هذا السن اللي غادي يعطيوك نتيجه، لان تقريبا راه ابتداء من 25 عام كنقدروا نبداوهم عند بعض الناس اللي كتكون البشره ديالهم ناشفه. بالنسبه للدوره ديال العينين كاين كذلك التجاعيد التعبيريه اللي كنا تكلمنا عليها، هي اللي كتبان لينا فاش كنكونوا كنضحكوا كنهضروا وسورتو ملي كنتكلموا بعينينا اكثر. دونك هنا كاين العلاج بحال اللي تكلمنا بلا توكسين بوتوليك او بالبوتوكس اللي كيبقى 6 شهور، دونك كيدار ملي كيكون هاد التجاعيد باينه وظاهره في الدوره ديال العين وما بين الحواجب وكذلك في الجبهه. دونك فوالا دائما نرجعوا للموضوع ديالنا ياك عفاف. كاين عاوتاني بعض الامراض اللي الامراض المناعه امراض الداخليه، وهنا كاين بزاف ديال الامراض بحال لوبوس بحال لا سكليروديرمي بحال واحد الديرماتوميوزيت، هادو امراض لان شخصيا ما كنعرفش السينيفيكاسيون ديالهم بالعربيه. هو تصلب الجلد والصدفيه او الدئبيه الحمراء. نعم، تصلب الجلد كيف تصلب الجلد والامراض اللي عندها علاقه بالمناعه واللي كتكون فيها الام، كيكون فيها الام في المفاصل نشوفيه في العين وفي الفم، كتقدر الام في العضلات، كدير تساقط الشعر، كتقدر الجلده ديالنا كتصلب كيف ما قلتي وكتبدل والصبعان كيبداو بودينين. دونك كاين واحد المجموعه ديال الامراض الداخليه اللي حتى هي في ما كتكثر وكتجهد في البرد وعندها علاقه كبيره بلا سورفوني ديال الفخوا، دونك كيقدروا كلهم كيبانوا على شكل واحد الحاله كتجي في اليدين اللي كتسمى لو سيندروم دو غينو. شنو هو لو سيندروم دو غينو؟ مهم اننا نعرفوا باش الناس اللي كيسمعونا وعندهم هذا المشكل وكيصحابوه عادي، هذه هي الفرصه فين الى تعرفوا على هذا الشيء يستشروا الطبيب ويعرفوا شنو المشكل اللي عندهم. دونك هما كتجي واحد ثلاثه الحالات سيتادير الحاله الاولى كيبان لنا اليدين زراقوا يعني بحال توقفت فيهم الدم، يعني تحبس العروق
تحبسوا في اليدين ما بقاوش كيدوز فيهم الدم. من بعد كتجي واحد الحاله ديال البيوديه كيبانوا بيضين. من بعد كتجي واحد الحاله تاع الاحمرار سيتادير فاش كترجع دونك اوفيت البيود الحاله البيوديه هي الاولى من بعد الزرقيه من بعد الحموريه فاش بحال كترجع الدوره الدمويه. هادو كلهم كيبانوا مثلا كيبانوا في وقت واحد دوك الحاله الاولى اللي هي بيوضه ضروريه. الحاله الثانيه والثالثه تقدر تكون غير الثانيه وبلا ما تكون الثالثه او تكون غير الثالثه بلا ما تكون الثانيه مي كتجي على شكل كريز يعني كيكون الواحد جالس ما عنده حتى شي حاجه حتى كتجي هذيك الالم فجاه وداك التغير ديال اللون ديال اليدين كيبانوا بيضين بزاف بالام فظيع من بعد كتبعوا زرقيه من بعد كتبعوا حموريه دونك هذه كتسمى لو سيندروم دو غينيو غينو باردون. هذا لو سيندروم كيقدر يكون داخل في سكون ابيل مالادي دو غينو سيتادير كنديروا تحاليل تاع الدم وكنتكلموا مع لا بيرسون واش كتستعمل ادويه لان كاين حتى ادويه اللي كدير بحال هذه الحاله واش عندها امراض داخليه واش 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 وما لقاو حتى شي حاجه ونديروا تحاليل تاع كاين واحد لو بيلون كيتسمى لو بيلون مينيموم اللي كيدار فاش كتكون هذه الحاله دونك نقدروا ما نلقاو والو سيتادير كان هنا كنعرفوا بانه بريميتيف يعني اولي ما عنده حتى شي سبب اللي كيخليه يجي دونك وهذا المشكل غالبا ما كنلقاو عاوتاني عند لي فام الا لاحظنا هذا المرض ديال البرد عنده علاقه بزاف بالنساء اكزاكتومون كنلقاو عند لي فام فواحد السن ديال لا فانتين لا ترونتين هكذا دونك وكيكون بدون وجود اي مشكل دونك هنا الدواء ديالو كيكون ديجا النصائح اللي تكلمنا عليها في الاول اللي هما نسخنوا اليدين ونغسلوا بالماء دافي شويه ونديروا كريمات للمساج كنستعملوا بعض الادويه اللي كتعطي واحد النتيجه في انها كتحسن داك من 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 لا كاليتي ديال الدوره الدمويه اللي كتكون في اليدين وفي بعض الحالات هذا المشكل ما كيكونش بوحده دونك ملي كنتكلموا مع المريض وغالبا هاد الناس ما كيمشيو اما عند طبيب الجلد او طبيب الامراض الباطنيه كنلقاو اشياء اخرى يعني الام في المفاصل او هذه وهذه دونك خصنا ضروري نقلبوا على هاد المسائل ونشوفوا واش الانسان كيستعمل الدواء لان كاين بزاف الادويه تقدر تعطينا بحال هاد الحاله ونديروا تحاليل الدم وكنوصلوا حتى كنديروا واحد التحاليل ديال العروق الرقيقه اللي كتكون في الصبعان وملي كنتوصلوا ونقدروا نلقاو امراض كنلقاو هنا هاد الامراض ديال لي مالادي دو سيستم او امراض المناعه اللي تكلمنا عليها تاع على راسهم هذا التصلب الجلدي كذلك واحد الكوجغو راه كانوا تدخلات في الحلقات الماضيه على هذا الشيء لو لوبوس واحد الامراض مزمن ديال العضلات فيه التهاب عضلي مزمن نعم وهنا كثير من هذه الحالات وهذه الامراض اللي ذكرتي دكتوره نائله راه ربما كيكون داك التعاون ما بين طبيب اخصائي في الامراض الجلديه وحتى الطب الباطني هنا لانه لما كنتكلموا على امراض ديال المناعه الداخليه فهنا كيبقى الطب الباطني غادي نمشيو نتواصلوا هاد المره مع ياقوت معنا على الخط من مدينه مراكش. اهلا بك ياقوت. الو صباح النور. صباح الخيرات. مرحبا بك ياقوت. صباح الله كل شيء بخير. الحمد لله مرحبا بك. الله يطول عمرك. بونجور دكتور فايده. بونجور صافا بزالي بيان. الله يطول عمرك مدام. اللي كان هي مون ماري الى 42 زون وعنده لاكني دونك نورمالمون كان واحد الميدسان قال لنا Normalement, ça ne se fait pas. Non, à 42 ans, j'ai mes adjis, l'acné. Donc, je peux savoir, normalement, que tu as un certain moment à l'étranger. Ou donc, il a fait un traitement, il y a très bien un mon offre. دردك لو تريتمون اللي كينشف الفم وكيدير لي زاناليز تاع لو سون اكزاكتومون اكزاكتومون اوكي لاني اوكي لاني دار هذا لو تريتمون داروا في 2006 داكور اها و سا نا با مارشي دونك بقاو هذوك لي سيكاتريس او نيفو ديال لو فيزاج واش بقاو لي سيكاتريس ولا بقى حبوب كيخرج عاوتاني لا كيخرج الحبوب اون بليس هذوك لي اون بليس تاع لي سيكاتريس دونك باين ان الزوج ديالك عنده واحد لاكني اللي كتنسميو حنا سيفير سيتادير بداتو في الصغار بداتو غتكون بدا ملي كان صغير اون بليس كيبان داكشي على شكل بحال ولسيسات بحال دي نودول فوالا وكتخلي لي ديتراس متقبين في لو فيزاج ديالو الوغ كاين هذا النوع دونك ولاكني راه تقدر تجي ما تبان حتى مؤخرا دايوغ كاينه لاكني تارديف اللي ما كتبانش في لادوليسونس كتبان حتى ابخي 35 اون دونك كاين هذا لو شابيتر يعني ماشي وي لا هو بالنسبه ليه ديجا كتيك الوغ دي 18 مي بقات فيه مي دابا حتى لا ميم حتى دابا 42 اون وباقي هذوك لي تراس دوك لي بوتون كيخرجوا لي فيهم لي بو فيهم اكزاكتومون هكذا كبارين كيخرجوا لي حتى او نيفو ديال راسو وي الوغ في لي كا كوم سا لان هذا السيد ماشي عنده واحد لاكني
تغضيف يعني بانت لي حتى من بعد 35 عام مي عنده واحد لاكني سيفير غالبا غيكون عنده لو جين ديال لاكني وغيكون بتاتخ ميم حالات في العائله ديالو لو فيت انه خدا هاد لاكور ديال هذاك الدواء اللي كينشف ودرتو التحاليل وخديتيه بوندون عام ونص اون 2006 غادي شنو العلاج بالنسبه للزوج ديالك هو خصو يعاود ياخد هذاك الدواء بيان سور باستشاره طبيه وحتى تشاف التحاليل واش ما عندوش موانع الاستعمال واش ما عندوش الكبده مريضه ولا الكوليسترول لان في هاد لاج 40 طون كنقدروا الا كانت لا بريز تاع لو بوا يقدروا يبانوا امراض اخرى بحال الطونسيون بحال الكوليسترول اي تو دونك مي الا ما كانش هادشي لازم ليه مره اخرى يعاود ياخذ هاد لاكور. كاينين الناس اللي كيديروا هاد لاكور ثلاثه المرات في الحياه ديالهم لان كتكون عندهم واحد النوع تاع حب شباب اللي هو مجهد سيفير هو هكاك داير وكيخلي دي سيكاتريس وكيبدا بكري وكيكونوا حبات غلاظ على شكل دي نودول وكيضروا وكيكون في الوجه في الظهر في الصدر دونك نقدروا نديروا حتى ثلاثه ديال لي كور بحال هكا كاملين على حسب الوزن واللي حيت ملي كنحددوه كنحددوه على حسب الوزن دونك تقريبا كندير واحد 120 ملي غرام حتى 150 ملي غرام بار كيلو وكيقدر ياخذ عند الناس اللي شويه سمان فايتين 70 كيلو او 80 كيلو حتى عام تاع لو تريتمون. زائد بيان سور كنبداو نديرو دي نيتواياج كنخويو من دوك الاكياس لان الا بقات كتزيد كتعفن وبارفوا دايوغ هادشي راه ماشي حنا كنتكلموا غير على التجربه المغربيه راه في العالم كله ميم سي كنديرو هاد لي 3 كور وكيبقى الحبوب كيخرج مره كندير واحد لا دوز قليله من هاد الفانيل اللي كيبقى ياخذها المريض لمده اشهر وعاود كنحبسوا بحال كنديروا 3 مو ونحبسوا نحبسوا شويه عاوتاني نديروا 3 مو ونحبسوا. كاين عاوتاني دراسات اخرى اللي كتقول لك نو خصنا نخلي واحد لا دوز قليله من هذا الدواء مده طويله سورتو ان عند الرجال ما كاينش المشكل اللي عند النساء. الرجال هذا الدواء ما كيدخلش لهم في الحيوانات المنويه ديالهم الوغ كو عند المراه لا كاين هذا المشكل انها الا خدات هذا الفانيد خاصها ضروري تاخذ معها حبوب منع الحمل او دير شي طريقه اخرى واقيه باش ما تحملش حيت الا حملات وكتاخذوا غادي يكون تشوه في الخلق خلقي اللي قاتل دونك عند الجنين فوالا. اما عند الراجل ما كاينش هذا الاشكال كيبقى المشكل غير في واش غيتحملوا من ناحيه الكبده ديالو ومن ناحيه الكوليسترول ولي تريغليسيريد ولي ليبيد. واخا نمشيو للاس ام اس دكتور نائلة من عند فؤاد كيقول انا مراتي حامله في 5 شهور وتكلمتوا على زيت الكافور واش تقدر ديروا حتى لوجهها وهي حامله؟ لا الوجه ماشي الوجه زيت الكافور ديروا ليديها ورجليها الا كانوا هاد لي زونجيلور نعاودوا نديروا لي زونجيلور لانهم كثار بزاف هما عباره عن واحد الالم كتجي في اليدين وانتفاخ وكيكونوا باردين بزاف وكينوضوا فيه فوق منهم بحال شي دي بلاك حمرين بعض المرات زرقين مؤلمين وبعض المرات حتى كيتنبلوا وكيبدا هاد الشيء في الفصل البرد وما كيسالي حتى كيدخل الربيع دونك غالبا ما كيكونوا في اليدين في الرجلين في النيف وفي الودنين دونك اللي كيكون برد عادي ماشي داك البرد ماشي لي جيلور اللي تكلمنا عليهم اللي عباره عن حروق بالبرد دونك سي اوتر شوز. دونك الوجه نو ما تستعملش الوجه ديالها غير في اليدين وفي هاد المناطق ويدار ماساج تقريبا 3 حتى 4 المرات في النهار ويتسخنوا اليدين والرجلين على مدار هاد الفصل كله والغسيل يكون بالماء اللي دافي ويمكن لها تستعملوا هي حامله سون بروبليم. واخا المساله ديال الحكه كذلك ربما في البشره كامله هنا دكتوره نائله في هاد الفصل هذا بالضبط شنو التفسير ديالها؟ لانه معنا اساسا عند رشيده كتقول ان في البرد كتجيني الحكه حتى في شعري بزاف. الوغ الحكه ناتجه على النشوفيه لان ملي كيبرد الحال كتنشف الجلده ديالنا وخاصه الا كنا كنستعملوا باش نسخنوا حوايج فيهم الصوفا وفيهم النيلون وتقال وعاد كاين اللي ما كيبقاش يعوم واحد المده على 15 يوم باسكو كيبرد دونك هادو كلهم عوامل كتخلي ان اللحم ديالنا كينشف دونك لازم اننا نغذيو البشره ديالنا حتى هي محتاجه للتغذيه. وشكرا على التدخل ديال السيده لان غتخلينا نطرقوا لواحد المشكل اخر توا كيقدر يوقع مع البرد وهي رياكسيون غير عاديه للبرد وهو توردايت. عقلتي اننا تكلمنا على توردايت وتكلمنا على توردايت وهي لوغتيكار اللي عجيبه واللي عندها بزاف ديال الاسباب. كاينه توردايت للبرد لوغتيكار او فخوا يعني ملي كيبرد الحال وملي كيكون برد كتجينا هاد التورديت. الوغ هاد التورديت تاع البرد حتى هي لان كنعرفوها عباره عن دي بلاك دي طاش حمرين منفوخين اللي كيغبروا من الاسباب اللي تقدر تكون لي لازم اننا نقلبوا عليها واحد المواد
كترسب في الدم اللي هي كتقدر دير هاد المشكل. وهاد المواد اللي كترسب في الدم كتكون ناتجة على مثلا ليباتيت او التهاب الكبدي، على واحد الامراض حتى هي تاع المناعه. دونك لذلك فاش كتجينا هاد ورديه الدبرت خصنا نديرو عاود التحاليل ونقلبو مزيان وبوتيتغ نحيدو هاد الاسباب اللي كتكون هي الاوليه اللي كتسبب في هاد المشكل. نعم سبحان الله، مع هذا الفصل راه الامر كيتجاوز داك الاحساس بالبروده، راه كاين بزاف ديال الامور كتكون مرافقه. الحمد لله هادشي اللي كنتكلموا عليه، علاش الهدف اننا نبينوا ان البرد كيبدل جلده سيتادير يرجعها انها ناشفه. نعم. كتحك كتحمر. كاين امراض جلديه بسيطه ومعروفه وكثيره بحال الصدفيه وبحال الاكزيما وبحال لا ديرميت سيبوريك اللي كيتجهدوا في البرد، اللي خصنا نعرفوا هذا ونمشيو، هذه فرصه فين نشوفوا الطبيب وناخذوا الدواء ديالنا. كاين عاوتاني البرد القاسي اللي قل من صفر درجه. ولكن كنتكلموا بزاف دكتور نائل على الناس ديال الجبال، الناس اللي في المناطق الجبليه وكنشوفوا دوك الوليدات كتوقع عليه مشكل، كيبقى واحد في شي بلاصه والثلج اتوصاد وكيوقعوا هاد ليزاكسيدون، لازم نعرفوهم ونعرفوا شنو نديروهم. وبيان سور كاين الحمد لله هذوك اللي تكلمنا عليهم اللي راه قلال كوميم، اللي هي واحد حركه رياكسيون انورمال، تفاعل غير عادي مع برد عادي، سيتادير ماشي برد مفرط مي برد عادي، وكاين واحد التفاعل ديال الجلده ديالنا اللي غير عادي. هما اللي تكلمنا على لي زونجيلور وتكلمنا على كيفاش اننا نحميو راسنا منهم ونوقيو راسنا منهم في هذا الفصل. تكلمنا على الناس اللي كيزرقوا لهم يديهم، الناس اللي كيحمروا لهم يديهم ورجليهم، وسيغتو هذيك لا مالادي دو غينو اللي تكلمنا، اللي هي كتكون الى كان صراحه كاين بزاف ناس فيهم هذا الشيء وساكتين وكيصحابوا داك الشيء عادي، ولا يمكن بروبليم في لا سيركولاسيون، سيغتو فاش كتكون هذه الحاله بوحدها ما معهاش حالات اخرين. دونك لازمهم يمشيو يشوفوا الطبيب. كاين عاوتاني ناس اللي كيشوفوا ان في البرد الجلده ديالهم كتبان من اللي كيشوفها كتبان لهم بحال شي شبكه من تحت الجلده زرقاء، زرقيه على شكل بحال دي ماي، بحال ان فيلي تحت لابو، يعني مشبكه بالزرق، فيها لون ديال لابو وزرقيه مخططه في لو كور كله. واخا الا سمحتي دكتور نائل نرجعوا تفسير لهذه الحاله ان شاء الله بعد ما توقفوا مع فاصل اعلاني، ودائما في برنامج صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو، بقوا معنا. ورجعنا اكيد على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم رفقه الدكتوره نائله دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. فمعنا اس ام اس من عند ام حسام كتقول لك الدكتوره نائله سري الله يعطيك صح كل شيء كتبسطي وكتشرحي. الله يبارك فيك. شكرا ام حسام. فكنا توقفنا قبل ما غادي ناخذ رجاء معنا من فاس دكتوره نائله، كنتي تكلمتي على واحد الحاله ديال الناس اللي كيشوفوا تحت الجلد ديالهم بحال شي شبكه زرقاء، وقلنا غادي نرجعوا باش نعطيو تفسير لهذه الحاله شنو هي. الوغ هذه كتسمى لو ليفيدو، لو ليفيدو هذه الاسم ديالها، هي عباره عن تشبك في الجلد كيبان زرق. وفي البرد سورتو لا بيرسون ولا اون فوا انها تحيد حوايجها وخاف مثلا فصل ماشي فصل البرد كتبان ديك الزرقيه، عندها واحد لو بريجوديس استيتيك، سيتادير كو الناس سا لوغ ديرونج، كيبانوا بحال فيهم لي مغبغ، بحال شي لون ديال شي فامبيغ ولا فهمتي، بحال اللي كنشوفوا في لي فيلم تو سا، دونك بحال كيزرقوا. دونك كاين هذاك العامل الجمالي ديال لابو اللي ما كتعجبش، وغالبا سبحان الله العظيم ما كيجي عند الناس اللي بيضين بزاف، دونك سكيفي كيبان داك لو كونتراست. هاد لو ليفو دو فري غالبية الأحيان كيقدر يكون عادي، يعني ما كيبينش لينا واحد الأمراض داخلية، كيف ما بعض المرات كيكون متزامن مع أمراض داخلية اللي فيها مشاكل المناعة اللي تكلمنا عليها. دونك إذا كانت بحال هذه الحالة كذلك لازم الإنسان يستشر ولو مرة واحدة في حياته الطبيب، ويدار واحد التفصيل واحد الهضرة على استعمالات الأدوية، على أمراض شخصية وأمراض عائلية، تحاليل الدم بسيطة باش كان إيكارتيو هذه الأمراض. إذا كان ما كاين حتى شي حاجة دونك سيتو، يعني شنو نصيحتنا لهاد الناس؟ انهم يلبسوا ويسخنوا باش ما يحسوش بهذا البرد، سورتو في فصل الصيف. فصل البرد بعد. فصل البرد. غادي ناخذوا اخر مكالمه معنا في الحلقه ديال اليوم، غتكون هي رجاء من مدينه فاس. اهلا بك رجاء. اهلا حبيبه، صباح الخير اخت عفاف. صباح النور. كنشكرك انت والدكتوره على المجهودات القيمه اللي كتقوموا بها علينا. العفو العفو رجاء، مرحبا. بارك الله فيك. دكتوره الله يخليك، صباح الخير بعدا. صباح النور لاله. سمعتك تكلمتي على حسب ليكرون توتال، قلتي بالنسبه في هذه الفتره هذه من الاحسن نستعملوا غير ليكرون ديال 25 30 ما تعداوش. وفي الصيف كنكونوا كنستعملوا ليكرون 50 بلس، انا عندي 50 بلس ومثلا كيشات لي وكيشات من داك ليكرون ديال 50، واش يمكن لي نستعملوا؟ بيان سور بيان سور. لا بيان سور، انا ماشي جي با دي كو خصنا نديرو 25 30، يعني نقدروا نديرو غير 25 30 بلس، كون كافية يعني 50 سي بيان. غير واحد كاين بعض الناس علاش شرط لهاد 25 30 كنلقاوها في واحد لي زيكرون اللي كتكون او ميم طون اكرون ومضاده ديال التجاعيد، ولا اكرون ومفتيحه
ولا لا كولور ديالها زوينه كتبان بحال ان فون دو تان كتغطي دونك سوفون كتكون هاد 25 دونك ناس مثلا اللي ما عندهمش الشمس بزاف واللي عندهم ان بيغو اي تو يمكن لهم لان كتبقى لا تيكستور ديالو احسن من هذاك ليكرون لي 50 بلس دونك يجي واش نقدر هذا كافي دونك هذاك راه كافي مي الا كان عندك 50 مي سي بيان غتحمي راسك اكثر يمكن لك ديريه سون بروبليم ماشي خصنا ضروري نديرو 25 او موان 25 غير او موان 25 اخر سؤال دكتور نائله بالنسبه للناس اللي كيستعملوا بعض الكريمات المرطبه وقلتي انها ضروريه منها كترطب وكتغذي البشره اللي حنا محتاجين ليها في هذا الفصل ديال البرد الانسان لما كيلقى واحد الكريم كيتوافق معاه ربما كيبقى كل عام كيستعمله هذه المساله واش منصوح بها او لا خصنا نغيره لانه مازال انا كنذكر في احدى الحلقات كنت شرتي لواحد المساله مهمه بزاف قلتي على انه الجيل ديالنا عنده ذاكره كيعقل اكزاكتومون برافو عليك كاينه الوغ الا كان غير كريم ايتراتونت وباقي كيوافقنا وكيجينا مزيان وكنحسوا به مرتاحين فيه سي فري المشكل اللي كنلقاوه وكنبغيو اننا نبدلوا لي كريم سورتو فاش ملي كنبغيو نتريتيو مثلا الحبوب لي طاش لي غيد ايتو كيبان لينا بان كيكون واحد بحال لا بوم اللي كتولف هاد الانواع ديال لي كريم ما كتبقاش تجاوب بحال اللي كتجاوب في الاول دونك دي فوا كنبدلوا لو تريتمون كنعاودوا نفيقوا الجلده شويه ونقدروا نرجعوا لي ميم برودوي وكيعطيونا واحد الفعاليه احسن من اللي من كون بقينا متابعين عليهم مي بالنسبه لا كريم ايدراتونت يعني ملي ما كتكونش حتى البشره حساسه لان هنا خصنا نعمموا هاد القضيه هاد لو جيست على الناس كلهم اللي عندهم واللي ما عندهمش الامكانيات كاين الحمد لله دي كريم في السوق ماشي ولا بد يتشراو من لا فارماسي ولا من لا بارا فارماسي الا كانت البشره نورمال الا كانت البشره عاديه سيتادير ما فيها لا حساسيه ما فيهاش شي امراض جلديه يمكن الواحد يستعملها باش يغذي البشره ديالو هي دي كريم اللي ما كتعداش في الثمن ديالها 31 درهم دايوغ كاينه وحده اللي قديمه بزاف و نقدر نقول لون الاسم لا الاسم لا اللون غير اللون لونها ازرق واحد لاكام اللي معروفه من شحال هذه ولا كتستعمل دونك هذه كتبقى مزيانه بالنسبه للتغذيه اليوميه تاع البشره تاع الجسم لان مغذيه ثقيله ورخيصه في متناول الجميع كاين عاوتاني طريقه اخرى مثلا واحد الزيت دايوغ زيت معروف تاع الاطفال اللي كيتباع حتى هو في السوق يقدر الواحد يستعمله للاطفال ديالهم من بعد الغسيل تكون البشره مازال فازكه من بعد العومان مازال فيها الماء وكنشد هذاك الزيت كنديرو فوق من الماء كيولي على شكل كريم كندهنو مزيان كنماصيه وفي نفس الوقت داك الماساج كيجيب ليا بحال اون سونساسيون ديال السخونيه دو شالور ولبس الحوايج جوست ابخي هذا جيست سامبل بالنسبه للاطفال باش نستفادوا اننا انهم يكونوا ناشفين